بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بنت النيل. احنا النهاردة الحقيقة معانا موضوع غاية في الأهمية وعرض بشكل يعني كامل في المؤتمر الأخير للشباب والذي جاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة الإسكندرية، ألا وهو الإصلاح الاقتصادي، دور المرأة في مواجهة هذه التحديات. فمصر بتشهد العديد من التغيرات الإيجابية التي لا يمكن إخفال الدور الحيوي والمتزايد للمرأة، لا سيما أن مصر توظف كل إمكاناتها ومصادرها في خدمة رؤية تولي اهتماما استثنائيا لمجالات الاقتصاد والتعليم والصحة وتشجيع المناظرات في جامعاتها واستقطاب أفضل الخبرات في العالم. ده موضوع حلقة هذا اليوم. ولكن قبل أن نبدأ معكم هذا الحوار أو هذا الموضوع، نتابع أخبار المرأة على مدار أسبوع. قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية والإصلاح الإداري في كلمتها على هامش مؤتمر رؤية التخطيط والذي نظمه المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالإسكندرية إن دعم المرأة له أولوية كبيرة في المرحلة الحالية، وكذلك مشاركتها ودعمها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطلبت بتمكين المرأة من خلال التدريب وكل وسائل الدعم حتى تكون قادرة على المنافسة. أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بالمبادرة الهامة التي أطلقتها الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي من خلال إطلاق برنامج فرصة، والذي يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص والأهلي لإيجاد فرص تشغيل وقروض ميسرة للأسر الفقيرة، ويهدف إلى المساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر وتخفيف العبء عن موازنة الدولة. يواصل المجلس القومي للمرأة جهوده للارتقاء بأحوال المرأة المصرية، وفي هذا الإطار نظم المجلس ورشة عمل تحت عنوان المساواة والحماية، بيئة عمل آمنة للمرأة خالية من العنف، وذلك بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة العمل الدولية، حيث تم التأكيد على تكثيف الجهود من جميع الأجهزة الحكومية نحو توفير الحماية والرعاية للمرأة والأسرة، وهو ما نص عليه الدستور المصري. يستعد الاتحاد العام لنساء مصر لإقامة منتدى الشباب الأول لمناهضة التمييز والتطرف خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، ومن المقرر أن يشارك فيه نحو 300 من رواد مراكز الشباب وطلاب جامعات القاهرة والإسكندرية والمنيا. ويتضمن المنتدى حوارات مع نخبة من الكتاب والأكاديميين والمفكرين المصريين حول أسس وأسباب التمييز الديني والنوعي وكيف يمكن مواجهته، كذلك مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب بوصفهما أحد منتجات التمييز ورفض الحوار. تستعد الإعلامية الأردنية وعد العدوان لإطلاق حملة تبدأها من القاهرة لدعم المرأة العربية، ثم تنطلق منها إلى الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى توفير فرص عمل للسيدات ذوي الظروف الخاصة وتدريبهم على الحرف المختلفة. وأشارت وعد العدوان إلى أن المرأة العربية لا تزال تعاني من عدد من المشكلات في التعامل معها وعدم تنمية مهاراتها والتعامل معها بمعيارين في كثير من القضايا، لذا ستهتم خلال الفترة القادمة بدعم المرأة نفسيا وعمليا من خلال حملتها لدعم المرأة العربية.
برحب بكم مرة أخرى في هذه الحلقة، ويسعدنا أن يكون معنا في هذا الحوار أستاذة باسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب. أنا برحب بستك يا أستاذة باسنت، وبأرحب بالدكتورة فاطمة خفاجي الباحثة الاقتصادية في التمكين الاقتصادي للمرأة. برحب بحضرتك. الحقيقة أستاذة باسنت، هذا الموضوع غاية في الأهمية، موضوع الإصلاح الاقتصادي في مصر لما نيجي نتكلم فيه من منظور التمكين الاقتصادي للمرأة. هناك توصيات خرج بها المؤتمر الأخير للشباب تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث عن أننا لابد أن نضع نظرة عميقة على الإصلاح الاقتصادي، خاصة في هذه الفترة التي تمر بها مصر. كيف يمكن توحيد الرؤى اتجاه هذا الملف الهام؟ أنا سعيدة قوي إن فخامة الرئيس قال هذا الكلام. أي موضوع تتكلمي فيه في الاقتصاد هو اقتصاد، لكن أنت عايزة تعملي إيه؟ أنا بلاحظ الاقتصاديين بيتكلموا على الاقتصاد الكلي، ده مش غلط، بس مش ده الموضوع، يتناسوا تماما الاقتصاد الجزئي. الموضوعات دي جايز احنا كناس بنشتغل في الاقتصاد او خريج اقتصاد او مارسنا هذا الكلام فاهمينها، بس الناس مش فاهمها. يعني مثلا لما نيجي نقول احنا تحسننا في الاداء الاقتصادي، احنا تحسننا على المستوى الكلي. يعني ايه؟ يعني احنا بنظبط في الموازنه، نشتغل على النواحي الماليه، السياسه الماليه، السياسه النقديه، اوكي، بتعملي نظم وتشريعات، بتعملي قوانين الى اخره. بس من وجهة نظري أنا لازم على التوازي كنا نمشي أسرع بكتير في الاقتصاد الجزئي اللي هو إيه بقى؟ اللي اتكلم عنه السيد الرئيس مليون مرة وعمل 17 نقطة قبل كده في المجلس الأعلى للاستثمار. أنت لازم تنشطي الأنشطة الاقتصادية، يعني نحرك الزراعة، نحرك الصناعة اللي بتقوم عليها، يبقى التالي عايزة مجتمعات، تحركي صيد الأسماك وما يصنع عليه، تشوفي السياحة تشوفي لها حل، دي مشكلة كبيرة قوي. تتكلمي على الصناعات بشكل عام، يعني الاقتصاد الجزء. فأنا قلت لحضرتك حتى قبل الحلقة أنا مش شايفة إن إحنا فعلا ماشيين في هذا الاتجاه. بتشتغلي على الاقتصاد الكلي كويس، بس الاقتصاد الجزئي لا. وهقول لحضرتك حاجة بسيطة قوي. اتفضل. بحكم عملي طول عمري في تمويل الاستثمار، أنا هقول لك إيه اللي حصل في الفترة اللي فاتت نتيجة التحرك على الاقتصاد الجزئي، وقولي لي هيتحرك الكلي وقولي لي الجزئي هيتحرك إزاي. احنا عملنا سياسه نقديه سليمه، ما بقولش الاجراءات كانت غلط. رفعت سعر الدولار، يبقى انت كده رفعتي سعر استيراد المواد الخام للغالبيه العظمى من المصانع. اتي اول بند، وده بند خطير، رفعت تكلفته. رفعتي سعر الفايده، سليم نظريا عشان التضخم، بس رحتي رفع الفايده دي على مين؟ على المقترض. رفعتي الغاز والبترول و و و و الى اخره، سليم عشان تظبطي مؤشرات الاقتصاد الكلي. لكن ضربت فين تاني؟ عند المستثمر. مستثمر بطبيعته لازم يرفع اجور العمال، يبقى رفعتي عليه تكلفه الماده الخام واستيرادها، تكلفه الجمرك طبعا عشان سعر الدولار جمركي، ورفعتي عليه تكلفه التشغيل عشان الغاز والبترول الى اخره، ورفعتي عليه تكلفه الاقتراض، ورفعتي عليه تكلفه العمال. طب هو يعمل ايه بقى في حاله زي دي؟ طبعا هيرفع الاسعار طبعا، وهيخفض ايه؟ الانتاج، لو مش هيقدر يبيع ده كله. شوفي ازاي حضرتك بقى الخطوره، وبتقولي له انتج ايه الضرر بقى كمان على الموازنه العامه، وريكي ازاي هم ما ربطوهاش مع بعض. ده انا مش هكسب، هدفع ضرايب ازاي؟ يبقى مش هيبقى عندك ضرايب تدخليها على الموازنه العامه. فاللي انا بقول بحكي لك القصه دي ليه؟ عشان انا قلقه جدا من الدخول في الركود التضخمي. ان الانشطه تنكمش والاسعار تزيد، هتخرجي منها ازاي؟ وشوفي كل النقاط اللي انا قلتها لحضرتك، نعم، نقاط نظريا سليمه، بس ما تقوليليش بقى عايزه انشط الاستثمار، هتنشطي ازاي؟ بس دائما يا استاذه باسنت لما بنيجي على الواقع الصوره بتبقى وكمان دكتوره فاطمه بتبقى مختلفه. يعني نحن نتحدث على سبيل المثال، حضرتك ذكرتي موضوع مثلا السياحه، أنا حكيت لك السياحة ليه أبعاد أخرى، مثلا أبعاد أمنية. لا عفوا، يعني اسمحي لي، أنا حكيت لك الجزء اللي هو الصناعية قاعدين بيه بقى. أنت خدتي قرارات، بقرار سليم، لكن ما خليتيش بالك إن في جزء تاني هيضرب معاكي وهو الاقتصاد الإيه؟ الجزئي. هتشغليه إزاي بقى بالتكاليف دي كلها؟ مستحيل.
ولذلك أنا عايز أقول اربطوا بين دول وشوفوا إزاي تقدروا تنشطوا ده مع ده. لكن ما تجيش تقولي لي هاخد الإجراءات دي وبعدين تقولي رجال الأعمال اشتغلوا إزاي؟ اشتغلوا إزاي؟ قولي لي حضرتك. طيب تعالي حضرتك يا دكتورة فاطمة لهذا الحديث. طبعا احنا بنتحدث عن مسألة التمكين ولكنها كلها الحقيقة يعني منظومة متكاملة. صحيح. يعني الاقتصاد المرأة لا تتجزأ عن يعني التمكين المواطن المصري هو تمكين المرأة المصرية. اوكي. يعني انا تخصصي بتكلم على مستوى مايكرو شوية وفي موضوع المرأة بالذات. هي المشكلة في المشاركة الاقتصادية للمرأة انه المرأة بتشارك بأشكال مختلفة، سواء اندفع لها أجر لم يدفع لها أجر، سواء مشاركتها ظاهرة ومحسوبة او ان هي مش ظاهرة ومش محسوبة، لكن بتعمل وفي ظل الظروف الصعبة ده هي بقت بتعمل بشكل أكتر، لأنه أيضا الرجالة لوحدهم مش هيقدروا يشتغلوا ويكفوا الأسرة. ثانيا إن هي اتضح من الدراسات المختلفة إن هي عندها مرونة أكتر، يعني ممكن تغير شغلانتها بمرونة كافية. يعني ممكن تلاقي واحدة متخرجة من جامعة وبقت بتشتغل شغلانة لا تتطلب مهارات التخرج من الجامعة. طب المرأة ده هي احنا لان هي نص المجتمع احنا المفروض العمل ده هو يؤدي الى تمكين اقتصادي واجتماعي للمرأة. للأسف الشديد مش مؤدي الى هذا، لانه ايضا بيتركز عمل ملايين النساء في القطاع غير الرسمي. في القطاع غير الرسمي مفيش استمرارية، مفيش حماية، متقطع، الأجور ضعيفة، ففعلا في بعض الأحيان أيضا بتشتغل يعني عشان تدخل للأسرة دخل من غير هي ما تستفيد من هذا الدخل. ده من ناحية. من ناحية تانية أنه ليس هناك المرأة تقوم بجزء كبير جدا من في العمل اللي احنا بنسميه الدور الرعائي للأسرة، يعني غير الطبيخ والمعيلة. حضرتك بتقولي المعيلة هي اللي بتقوم بكل الأعمال المنزلية، زائد رعاية أيضا المرضى لو حد مريض، زائد أن هي بتذاكر للأولاد، زائد الطبيخ، زائد التسويق، زائد كل الأشياء ده. ده يعني بيستقطع من الجزء اللي هي تقدر تشتغل فيه في الدور الإنتاجي بتاعها، وأيضا عبء كثير عليها، لأنه الدولة تنظر إلى هذا الدور على أنه دور واقع في اختصاص المرأة، ما هوش سلعة عامة لابد أن هي توفر فيها أشياء، وخاصة تحت برضو الظروف الاقتصادية بيقل توفير هذه الأشياء، زي دور حضانة عشان المرأة تحط فيها أولادها عشان تقدر تشتغل، الرعاية الصحية، التعليم. الحقيقة فعلا بالفعل يعني كثير على كاهل المرأة المصرية. يعني أستاذة بسنت، الحقيقة دكتورة فاطمة أخذتنا لنقاط غاية في الأهمية. صحيح. حضرتك حدثتيني عن هناك تقدم في الاقتصاد الكلي ولكن على المستوى الجزئي. طيب خلينا نشوف المستوى الجزئي ده يا فندم. مربوط أيضا بالتعليم، بالتنوير، بوجود سوق عمل، والآن دائما الدولة حريصة بربط سوق العمل بالتعليم. احنا ما عندناش يا فندم ربط سوق العمل بالتعليم. حضرتك شايفة ازاي حتى ننهض بالاقتصاد الجزئي؟ شوفي حضرتك، انا سعيده قوي بالكلام اللي قالته الدكتوره، عشان كده عاوزه تسندي البلد في الوقت الحالي. نعم. انت احنا اعتمدنا، او السيد الرئيس اعتمد 200 مليار جنيه للتمويل ايه؟ متناهي الصغر والصغير. نعم. طيب الموضوع ده في غايه الاهميه. في مؤسسات من ضمن المؤسسات، انا بشتغل مع مؤسسه منهم، قررنا ان احنا ندرب السيدات، لان انا سعيده قوي بالكلام اللي قالته الدكتوره. انا ضد مبدا ان اروح جايب السيدات، اللي عادتنا وتقاليدنا تختلف، واقول لها يلا تعالي وسيب البيت وخرجي، مش حاجه اسمها كده. الست قبل ما تبقى موظفه هي ام، هي اخت، هي زوجه، عندنا تقاليدنا مش عيب. نعم. فاحنا اخذنا منهج جديد
جمعيه من الجمعيات يعني الكبيره اللي هي تبع الساده الاشراف، انه هنمسك مبدا مصنعك في بيتك، مزرعتك في بيتك، شوف ازاي بقى حضرتك، وسواء بقى ست او اولادها. وفعلا ابتدينا بنعمل ايه؟ بندرب، بنمول، وبنسوق. ليه؟ لو انا استنيت الناس لما تتعلم، خلي بالك والاقتصاد لما يقوم، يعني انا مش عايزه استخدم لفظ مش تمام، هيحصل لنا كارثه. يعني انا لسه قاريه لازم يبقى في تحرك، اخبار عن بلد جنبنا اخذت قرار انا ما اعرفش خدوه ازاي، لكن ربنا يستر واحنا ما نضطرش ناخد هذا القرار. فانت لازم، ايه القرار ده؟ لا معلش عشان ما نضايقش الناس على الصبح. انت لازم تخلي الناس، الحكومه ما تقدرش تدفع اكتر من كده. هي جت قالت لهم كده انا ما عنديش فلوس ومطرح ما حطوا راسكم حطوا رجليكم. لا انا عندي 7 مليون. طيب انا عاوزه ارفع من دخل العيله من غير لا اضغط على الموازنه العامه للدوله، واخده بالك، ولا اضايق اسلوب حياه الناس. فابتدينا الفكره البسيطه دي، وهايله على فكره، عايزه اقول لحضرتك بتتوسع بسرعه لدرجه ان بقوا يجوا ناس ياخدوا تصدير. كل المنتجات تخطر على بالك، جلود، هدوم، تي شيرتس، شنط مدارس، اللي انت عايزاه. نستفيد منها شريحه قد ايه يا فندم؟ مهما انا اقول لك، يعني انا لسه مش عايزه اعمل ديكلاريشن، لانه عاوزين نقول للناس اهو. انا دايما ما احبش اعمل كلام، انا احب اقول المشروع اهو ونجح وتفضلوا، واللي عاوز يجي يتفضل. فبندرب وبنمول، وهناخد من ال 200 مليار بتوع البنوك، لانه دول ما اتعملوش عياقه للبنوك. وبنسوق، وهي دي اهم حاجه. الست الطيبه دي بتعرف تشتغل، بتتعلم بسرعه جدا. والشيء اللي احنا لاحظناه، صوري حضرتك، بعد ما دربناهم بقينا بعد كده بنجيب لهم طبعا المكن، يروحوا جت مصانع اخذتهم وريتهم شغلهم وقالوا لها هنجيب لك المكن عندك في البيت، لان احنا مبدانا جوه البيت، مش عاوزين الست تخرج بره عشان ما يحصلش مشاكل اجتماعيه، لان احنا بنخاطب الطبقه البسيطه. فمصانع اخذتهم وقالت لهم انا كمان عندي منتجات عاوزاكم تتعلموا عليها، اتايدكم اتدربتوا، روحوا بقى اقعدوا في بيوتكم، المكنه اهو، وتسلمونا والماده الخام. فالعجله ابتدت، اول ما هتبتدي تشتغلي على المايكرو فاينانس اللي هو تحت خالص، واخده بالك، متناهيه الصغر، تعملي حاجه اسمها، يعني احنا بنبص برضو في الجمعيه دي عندنا هدفين، التكافل الاجتماعي، وده بتقوم بيه وزاره التضامن بيرفكت، واحنا بنقوم بيه كاشراف برضو، لان الاشراف لهم طبيعه خاصه، والعداله الاجتماعيه، وهي انك تدربي الناس على الشغل عشان تعمليهم كلهم على نفس المستوى من الحياه الكريمه، اللي انا بسميها العداله الاجتماعيه. انت عارفه حضرتك في سيدات بتنتج حاجات احنا انبهرنا. يعني احنا كنا نعلمهم على حاجات يجوا لنا هم بافكار ثانيه. عملنا دي. شوفي ازاي حضرتك؟ فانا شايفه ان لازم عشان الاقتصاد يقوم، الاول تامني السلم الاجتماعي، انا ده عشان السلم الاجتماعي، وتخرجي بره اولوياتنا الصعيد، لان احنا شفنا برضو الخريطه اللي عاملاها الدوله اللي هي افقر قرى، ابتدينا من القرى لاكثر فقرا، تبتدي تعلمي دول، وبعدين ده المايكرو. المتوسط ده موضوع تاني، ده مش شغلنا، ده شغل البنوك، واخده بال حضرتك؟ احنا هنشتغل على متناهي السعر. الدوله بقى او الاقتصاد او المصرفيين او المجموعه الاقتصاديه تشتغل على المتوسط والميجا كبار، ده مش شغلنا. فأنا شايفة عشان الفترة دي تعدي بسلام، أنا بقول السلم الاجتماعي ليه؟ إنك لازم تخلي الناس قاعدة في بيوتها مطمنة ومرتاحة. هقول لحضرتك مثال بسيط حصل في مصر. ربنا يبارك لهم ويفك أزمتهم إخواننا السوريين. شفتي؟ جم اشتغلوا في صمت وعاشوا في صمت ومنوريننا وبيعملوا شغل درجة أولى. ولا حد سمع شكوى. واخدة بال حضرتك؟ احنا بصراحة عايزين نكرر الموديل ده. طيب دكتورة فاطمة، ايه اللي ناقصنا حتى يتحقق ذلك؟ يعني احنا عايزين قوانين، عايزين نوع من الرقابة، عايزين يعني بالفعل هو العمل 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 هو يعني طبعا. خلاص زي ما تفضلت أستاذة باسنت وذكرت يعني مصطلح ان الحكومه ما بقتش بابا وماما، ما تقدرش يعني خلاص، يعني كانت فعلا في وقت من الاوقات كان الاقتصاد مختلف، الاوضاع الاقتصاديه كانت مختلفه، ولكن الان اصبح العمل العمل العمل. ايه اللي ناقصنا يا فندم؟ طيب انا بس بدايه طبعا انا مبسوطه وبتعلم طبعا من الاستاذه بسنت فعلا، والكلام اللي قالته كلام مهم جدا، بس عايزه اختلف معاها في حته صغيره. اتفضلي. انه انا في رايي انه جزء من التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في اي بلد منها مصر ان تتحقق المساواه.
وتتحقق العدالة، والعدالة تتحقق لما يكون هناك مساواة. فما اقدرش اقول ايه انه الست احسن تقعد في الحاجات المايكرو انتربرايزز وتقعد في البيت وما تخرجش، وادي للراجل فرص ان هو ينمو ويكبر ويقدر ان هو يحقق حاجات اكتر. لانه يعني الدنيا اتغيرت، ولما ببص حتى للتعليم بنلاقي البنات بقت بتتفوق على الرجاله في اماكن شغل كتيره جدا، بقت الستات بتتفوق على الرجاله في الصعيد ايضا، واشتغلت في الصعيد كتير مع الامم المتحده وعضوات مجلس نواب ايضا وبيخرجوا بره البيت وبقى يدفعوا، لانه ايضا الخروج والتعامل في مجموعات له قيمه، له قيمه اجتماعيه جامده لما الست تشارك في الحياه العامه ايضا. فأنا بقول إنه يعني من العدالة الاجتماعية ومن التنمية الاقتصادية إنه تتاح نفس الفرص للستات اللي هي متاحة للرجال، وفعلا بيحققوا نجاحات كبيرة جدا جدا. أنا معرفش يعني طبعا الأستاذة بسان تعرف أكتر مني بكتير، بس في الشغل في الحاجات المايكرو قوي والهاندي كرافتس والحاجات ده هي ما بتنموش، فعلا ما بتنموش، لأن في منافسات كثيرة جدا، والصين مغرق الدنيا في حاجات، والناس كتيرة ستات كتيرة أعرفهم كانوا بيشتغلوا بيعملوا حاجات مصرية، ما بقتش فعلا بتتسوق بشكل جامد، وما بقتش بتتسوق بره كتير، وجوه ايضا ما بقاش في تفضيل للحاجات الارخص منها وكده. ففعلا انه لابد، انا شايفه انه نعترف بالدور الاقتصادي المتنوع اللي بتقوم به المراه، هو المهم ان هي تختار، والله عايزه تقعد في البيت وتعمل مشروع صغير ويا دوبك يكفي ان هي تصرف على اسرتها، اوكي، عايزه ان هي تبقى ست وعايزه تبقى انتربرينور وتنمو وكده، لانه مش يعني ما هي الرجاله نفسها ايضا في مصر ما هياش مخلوقه بالسكيلز والمهارات اللي تخليها ان هي تبقى، لا، وفي ظروف قاسيه بتحتم على المراه زي ما ذكرت انها تكون معيله لكل الاسره، يعني ظروف يعني بيقول 30% جداً. تبقى معيله كل الاسره، فعايزين نفتح لها نفس الابواب المفتوحه للرجال، وده مش متحقق الحقيقه. يعني في ظروف كثيره جدا بتمنحها من ان هي تتمتع بنفس الظروف وبنفس الموارد المتاحه للرجال. فانا بقول انه من مهام الدوله، ودي عباره عن سياسات ما هياش صرف حتى، ان هي ايضا تتيح ذلك، انه ما يبقاش ملكيه الموارد كلها في ايد الرجاله ومش في ايد الستات، من ميه لارض لائتمان لكل الحاجات دي. فانا شايفه انه مشاركه المراه مهمه جدا، النظر اليها ان هي متساويه مع الراجل، واثبتت ذلك في مصر، ولكن ان نعطي يعني لها الاختيار، ان نعطي لها الاختيار دي حاجه مهمه جدا. طب استاذه بسنت، يعني في سؤال سابق حضرتك قلتي لي ان يعني التعليم سيأخذ وقته وهيأخذ وقت طبعًا. ليس بالقليل، وهأضيف للتعليم التنوير يعني والثقافة والتنوير. طب وحضرتك ذكرتي لي نموذج يحتذى به إخواننا السوريين، يا سلام، اللي بيعملوا فيه تحية للسوريين. دي ثقافة شعب يا فندم، دي ثقافة شعب، دي ثقافة شعب. يعني احنا اللي بننقص يعني هقول لك ثقافتك. اتفضلي. أنا كنت أروح سوريا زمان وكان بيجي لي، أنا مصرفية، فكنت بزور البنوك وكنت أروح الصبح طبعا شغلي، وأنزل بعد الدور السوق أبقى منبهرة، مفيش تاجر ولا صانع إلا لما أولاده حواليه تعلمه يبيع ويشتري ويتعامل مع الناس بقيت اقول يا خبر ما شاء الله عليهم. ده شعب لا يمكن تقدري تهزميه. ليه؟ لانه لقمه عيشه في ايده. شوفي لما جم هنا حضرتك عمرك حضرتك سمعتي مشكله؟ وبعدين الستات مش بينتجوا بس حاجات بسيطه، هم اولا يحبوا قوي الشغل الحر مش زينا. يعني حتى كلمه كانوا يقولوها دمهم خفيف في سوريا، ما اقول له يعني مش عايز ابنك يتوظف، عايز افتح حديث في المحله، يقول لي لا انا ابني اعمل كده للحكومه اخر الشهر. شوفي انا اعمل كده للحكومه اخر الشهر اللي هي الضرايب. ده فكر تاني، فكر ده كان موجود في مصر بس بقاله فترات طويله قوي اتلغى. ليه؟ هقول لحضرتك احنا ما عندناش معوقات. انا حدي مثلا. طب الفكره ده نرجعه ازاي يا فندم؟ انا بقول لحضرتك الناس انك تبيني النجاحات. يعني انا دايما اقول البنت الجميله اللي طلعت الاولى على الثانويه العامه، وفي بنات تانية على فكره، دي من طبقه غنيه ابدا، دي من طبقه بسيطه، لكن على راي المثل لما تشوفيهم تقولي
بيت من تين وابتسامة من ذهب. أسرة قررت تربي بناتها زي أولادها، فطلعت ما هي بنت اهي، ما حد فيش حاجة حشيتها ولا في حاجة هتخشها. اللي بيعوق الكلمة اللي قالتها الدكتورة، التمكين الاقتصادي. معاكي إمكانيات كويسة هتعلمي ولادك أحسن تعليم، ما عندكيش إمكانيات كويسة هتنزلي عيالك يشتغلوا في الشارع كل يوم، صح ولا غلط؟ فأنا عايزة المرأة تتمكن اقتصادي. أنا بدأنا بالسعيد ليه؟ لأنهم بسطاء، وما أقدرش أقول للست في السعيد غيري عاداتك وتقاليدك، ما أقدرش أعمل كده. إحنا القاهرة آه كلنا ناس مودرنة، لكن في السعيد لا. فانت بتيجي بتقولي لهم انا همكنك، ولكن اقتصادي. المراه في الصعيد لها كلمه طبعا، يعني المراه في الصعيد لها كلمه، بس لازم تمكنيها اقتصادي. بصي حضرتك، بدون تمكين اقتصادي انت بتتكلمي في انشا. لو المراه مش متمكنه اقتصاديا، ودي احنا بنتكلم فيها بقالنا سنين من ايام المجلس القومي للمراه السابق مع السيده سوزان مبارك، تمكين الاقتصادي للمراه. تمكنيها بقى مايكرو فاينانس وهي تكبر، يعني تاكدي. انا بقول لحضرتك في ستات ابتدينا معاهم بقالنا كام شهر، خضوني امبارح كان عندنا اجتماع اتخضيت، خرجت وبقت تجيب سته سبعه معاها، وانا جبت خمسه اشتغلوا، هي لوحدها عندها القدره على القياده والاداره. وفي ناس تانية عايشه كويس قوي بتشتغل برضو، مش كله هيبقى زي بعضه يعني. لكن انا عايزه اقول مصر عايزه تشجيع اكتر للسيدات، وخصوصا السيدات اللي انت مش محتاجه تعملي معاهم مجهود. بالظبط، يعني انت النهارده عندك ستات كلها ما شاء الله، لكن لما ننزل بقى في اماكن كل اللي هم عايزينه يعملوا ايه. حتى لما جم مره سالوني في الجمعيه وقاعدين بيقولوا لي ننتج ايه حضرتك، قلت لهم من اول المخلل يتحقنوا منه. بصوا في ست بتعرفش تخلل، طب احنا بنستورد مخلل من الخارج، عيب. في ست بتعرفش تعمل مربى، طبعا نعرف. قلت طب عيب. عارفه شجر التوت؟ لو اتزرع شجر التوت واتعملت بيه مثلا قريه كلها توت، يقوم عليها صناعه الحرير. وهكذا في افكار بسيطه انما ترفع مستوى حياه الناس. هو ده الغرض اللي انا نفسي نشتغل عليه. نعم الحقيقه دكتوره فاطمه، يعني استاذه باسنت بتقول ضروره التوجيه. احنا الحقيقه طبعا التعداد السكاني الهائل يعني اصبح ياكل الاخضر واليابس. اسمحي لي اقول كلمه ثانيه، انت نص شعبك شباب. نعم انت عندك، انا كنا في رحله شغل في الولايات المتحده الامريكيه من شهر، كل ما نقابل حد هتعملوا ايه في ال 50 مليون شاب وشاب؟ ده تحدي هائل. نعم. فدول لازم تشوفي لهم مش وظايف، لازم نخرج بره الصندوق زي ما بنقول، يعني لازم يبقى في هناك طرق غير تقليديه. يعني التوجيه لازم يكون التوجيه من قبل الدولة، التوجيه من قبل زي ما تفضلت المجتمع المدني نحن عليه شغل هنا كتير من أدوارنا هنا من هذه يعني المنابر الإعلامية. حضرتك شايفة إيه يا دكتورة؟ شايفة. أنا هقولك بس عايزة برضو أكمل على حضرتك، قلتي حاجة مهمة جدا في موضوع السوريين. ودي يمكن حاجة ناقصانا في مصر فعلا، النوعية المنتج بتاع ما ينتجه السوريين فعلا. يعني عمري ما اشتريت منهم حاجه وقلت لا دي، وهم متخصصين في المطبخ وهم شاطرين فيه كده، الا اما حاجه ممتازه. حتى يبقى عاملين صناعه صغيره مثلا بالصدف مش عارفه ايه، الا ما تلاقيها ممتازة. احنا بينقصنا فعلا ان احنا نركز على الجوده بتاعه الاشياء، وعشان كده بيصعب بيعها فعلا. دربيهم على طول على طول، جم وركزوا على الحاجه اللي بيعرفوها وبيعملوها كويس قوي ويغلفوها كويس قوي، فبقت ويسعروها كويس فبقت بتباع بسرعه. احنا عايزين فعلا ثقافتنا تبص للحاجات ده، هي اللي احنا نسيناها لعقود كثيره. عايزه ارجع بقى لحضرتك قلتيه واربطه بموضوع التعليم، ويمكن شفنا برضو بعد التغير انه موضوع ان كل الناس لازم تروح الجامعه ولازم تدرس الحاجات التقليديه اللي ما بيلاقوش بعديها فعلا وظائف، ده لازم يتغير. احنا عملنا بحث في ست بلاد عربيه من ضمنهم مصر، وربطنا ما بين نوعية التعليم الأساسي الجيد، والتعليم الأساسي في معظم يعني البلاد 9 سنوات، مش الخمس أو 6 سنوات الأولى، 9 سنوات الأولى، وعلاقته بالتمكين الاقتصادي
والاجتماعي للمرأة، ولقينا فرق فعلا فظيع، لان كان في تنوع في نوعيه وجوده هذا التعليم، من بلاد بيبقى فيها تلقين، بيبقى فيها ما فيهاش انشطه، بيبقى فيها مناهج لا تؤدي الى اي مهارات، مناهج حتى تبقى ضد المراه، كلها مركزه على الرجاله وعلى نماذج من الرجاله وعلى نماذج ناجحه من الرجاله وما بتتكلمش على الستات، ومناهج أخرى عكس ذلك تماما. وفعلا كان في تأثير جدا على الست، حتى اللي ما كملتش بعد كده تعليم بعد التعليم الأساسي الجيد في التمكينها الاقتصادي، قدرت برضه تنغمس في مشاريع ان هي تقوم بيها، قدرت تنغمس مع مجموعات أخرى لأنها متعودة من الأول على أنها تشتغل في مجموعات، ما بتشتغلش لوحدها. ففعلا التعليم مهم جدا جدا جدا، والتعليم الأساسي خصوصا لازم نهتم بيه من ساعة ما بيبقى حد يخش المدارس، وله علاقة أيضا بالتمكين الاجتماعي، لأنه إحنا بصينا لقينا إيه، أنه ممكن الست تعمل دخل لكن فعلا الدخل ده هي لا تملك حرية التصرف فيه، ويبقى رب الأسرة سواء الزوج سواء الحما سواء حتى لو عاشت مع الأم أو الأب بعد كده هم اللي بيتمكنوا منه. موضوع العنف للمرأة اللي بتعمل، فيه ستات كتيرة جدا بتعمل وبتعمل دخل لكن بيقع عليها عنف من جانب الزوج، إذا ما مرضتش تديله كل الفلوس هو يروح يقعد بيها على القهوة، كل الحاجات دي. لكن لما بيبقى فعلا التعليم له تأثير عليها، ولما بيبقى الدخل مستواه أيضا مش يعني مش بتكسب ملاليم أو جنيهات، لكن الدخل مرتفع، بتقدر عندها قوة إن هي تأخذ جميع القرارات أيضا داخل المنزل، وبيبقى لها دور أساسي. نعم. فأنا عايزة أركز فعلا على موضوع التعليم وأهميته في موضوع التمكين الاقتصادي. نعم. طيب أستاذة باسنت، يعني زي ما تفضلت دكتورة فاطمة، يعني هي اتكلمت على شق غاية في الأهمية، هو في طبعا مما لا شك فيه، ودي بسبب مشاكل كثيرة في مصر اجتماعية، العادات والتقاليد والثقافات المغلوطة، وبنربطها بالتعليم، بضرورة أن نربط سوق العمل في المرحلة المقبلة بالتعليم. يعني احنا بنشوف طبعا أعداد هائلة بتخرج من التعليم الجامعي، وفي الآخر زي ما حضرتك تفضلتي ممكن يتجهوا إلى أعمال ليست بالقاموا بدراستها. وحضرتك قلتي لي موضوع التعليم ده هياخد وقت، ولكن طبعا قبل أن نبدأ بتلك يعني المسألة، لابد من تغيير الثقافة الموجودة داخل المجتمع. يعني على سبيل المثال ضرورة التعليم الفني، احنا ما عندناش في مصر تعليم فني، حضرتك شايفة ايه؟ مش بس ما عندناش واهملناه. يعني كانت جت منحة قبل كده اسمها مبارك كول، اهملناه، ثقافتنا مش كده. يعني انت عارفه حضرتك، قعدنا نقول للناس لو ما خدتوش شهاده جامعيه تبقوا مش بني ادمين، لو ما خدتوش شهاده جامعيه مش تتجوزوا، لو ما خدتوش شهاده جامعيه، احنا دخلنا الكلام ده في دماغ الاسر وفي الاطفال، فبالتبعيه دي مشكله كبيره، دي عايزه شغل كبير قوي حضرتك. ولذلك انا بقول لحضرتك، انا ما قلتش ان هو ان احنا نهمله او نسيبه، بس بقول لحضرتك انا ما اقدرش اسيب عالم غير ده. لا، فلازم نشتغل عليه امبارح، لكن مش ده اللي هيجيب الاثر السريع. الاثر السريع انك تقدري بقدر الامكان تزودي من التكافل الاجتماعي بقدر الامكان، ومن العداله الاجتماعيه اللي هي من وجهه نظري اهم حاجه فيها، انك تخلي الناس كلها تعيش حياه كريمه. لما الفلوس بتيجي في ايد الناس حياتهم بتتحسن، ولادهم بيعيشوا انضف، بيروحوا مدارس احسن، بيركبوا مواصلات بس أفضل. ده بالعمل يا فندم. طبعا طبعا. عشان كده انا بقول لحضرتك احنا عاوزين نحرك ال 200 مليار اللي مرميين في البنوك دول. 200 مليار ده رقم فلكي حضرتك، لا خصوصا لو وجه لمتناهي الصغر والصغير، ده يقدر يشغل مصر كلها. بس هي المهم هتعلميه، تدربيهم ازاي، هتموليهم ازاي، وهتسوقي الكلام ده ازاي. هي مش مسؤوله تسوق، لان لو قلت لها سوقي هي ما بتعرفش تخرج من باب بيتها. لكن عايزه البلد تهتم بالموضوع ده. يعني انا لما بقول في جمعيه، يا رب يبقى في 100 ألف جمعيه يشتغلوا على الموضوع ده، وكل واحده ممكن تتخصص في مجال، يعني مش شرط ان كلهم يعملوا نفس الشيء. انما المهم انك ترفعي من مستوى الدخل للاسره. انا بكرر الفكره دي جات لي منين؟ اني لما بقيت ابص على الموازنه كل يوم واقول مستحيل
تيجي بيها كده تيجي بيها كده على ما الاقتصاد يتحرك وموازنة تزيد والفلوس تزيد. عيشي بقى 25-30 سنة. طب أنا إزاي درست المجتمع المصري بإني أدخل الـ200 مليار دول والحرف والسيد الرئيس لما اعتمدها ليه؟ بعدين حضرتك ذكرتي جزء مهم قوي، الأرض الزراعية. إحنا بنشتغل دلوقتي لازم الست تاخد أرض زراعية زي الراجل. مفيش حاجة اسمها الراجل اللي يخصص له بس. الست يخصص لها حتى لو جوزها اشتغل معاها، ما يجراش حاجة، بس تبقى بتاعتها. ليه؟ تقومي تبتدي تعملي كونسبت اللي هي الكيتشن جاردن، مزرعتك في بيتك. يبتدوا يعني أنا كنت بشوف في مشاريع بدأت. أنت عارفة حضرتك أنا اتأثرت قوي بسيدة من الوراق قالت كلمة كده أثرت فيا لحياتي. قالت طيب انتوا هتدوني شقه جميله وعظيمه وانا ممنونه، بس انا بسال سؤال، انا عندي 4 اولاد وانا هنا قاعده بربي مواشي، هربي مواشي ازاي في الشقه؟ شوف السؤال. لازم تشغليها دي. هي بتقول لك انا مش معترض على النقل، بس هتيلي جنبي بقى اعرف اكل العيال، لان دي ست بسيطه وبتربي حيوانات وبتبيع وبتكسب وبتربي اولادها. هي ده اللي انا اقصده، اقصد انك بتشغليها جنب بيتها جوه بيتها. يعني انا هقول لهم دي مش فكره غريبه، في الدول المتقدمه سواء كان امريكا او اوروبا بتلاقي بيسكنوا في البيوت اللي على الارض، العمارات دي مش سكنهم. فكل واحد بيبقى عنده جنينه بتاعت 3 متر في 3 متر 5 متر في 5 متر، دي اسمها جنينه المطبخ. شجرتين فاكهه على اسطح الان يا استاذ باسنتف، على اسطح المنازل بالظبط. قولي اسطح يعني المنازل، خطر المنازل. انا مش عايزه بعض المنازل في افكار كثيره، احنا حتى بنطلع بيها على شاشه النيل الاخبار في افكار. ولذلك انا عايزه نحاول نكتفي من جوه البيوت ونطلع فلوس من جوه البيوت تساعد على ما الراجل يقدر، الدوله تقدر تخلق له فرص عمل افضل، لان حضرتك احنا عندنا 7 مليون موظف والحكومة مش محتاجة أكتر من مليون. طب والستة دول؟ مش نقول إنهم هيمشوهم أبدا، ما حدش هيمشي حد، إنما مش هتترفع الأجور. والتضخم عدى 30. طب بتتسند إزاي الأسرة دي؟ شفتي بقى إزاي مهمة قوي الشغل ده. طبعا. طيب دكتورة فاطمة، زي ما احنا بنتحدث الآن عن المجتمع المدني، الحقيقة بيقوم بأدوار كثيرة في المجتمع وأدوار حيوية صحيح. وبيتعاون مع الحكومة والدولة. كيف يمكن النظر لدور المجتمع المدني في هذا التوقيت؟ يعني برضو تكملة على كلام الأستاذة بسنت، حضرتك قلت 200 مليار جنيه، رقم كبير قوي، رقم كبير جدا جدا. وفي تخوف من الستات لما يروحوا منفردات عشان ياخدوا قروض، لأنه لازم الضمان ولازم تقدر تسدد ولازم كل الحاجات دي. فأنا بقول أن في فعلا في جمعيات مهمة وبتقوم بدور مهم جدا في المايكرو انتربرايزز والمشاريع ده. أنا بقول يا ريت تنفتح هذه الأموال أنه يبقى في دور للمجتمع المدني وجمعياته، أن هي اللي تبقى شريكة، لأن هي اللي تقدر فعلا تشجع الست، تقدر ان هي تقول لها في افكار لمشروعات تعملها، تقدر تعمل زي مونيتورنج ومباشره لعملها وتساعدها فيها وكده. فممكن ان هي تلعب دور كبير قوي لو انا شفت بقى ان المثلث يكمل، ان البنوك اللي بتقرض زائد منظمات المجتمع المدني زائد الستات او حتى الرجاله اللي عايزين برضو يقترضوا، لانه ممكن فعلا بالتكامل ده يحصل تشجيع زائد بقى التوجيه بضرورة العمل. يعني بالظبط، يعني الستات مش معترضين بضرورة العمل. لا الستات مش معترضين ولا جوازاتهم، العكس هم عايزين سند وعايزين خبرة حد يقولها لهم كل الحاجات دي. فأنا بقول إن دي فعلا متوفرة في جزء كبير قوي من جمعيات المجتمع المدني. هو للأسف الشديد الجمعيات ما عندهاش رأس مال كبير إن هي تقدر تصرفه على قروض صغيرة للستات، لكن لو البنوك فعلا خدتها كشريك إن هي تقدر إن هي تساند الست وإن هي تتابعها في مشاريعها ويمكن تساعدها أيضا دي نقطة في التسويق مهمة قوي. فده مهم قوي قوي إن هي فعلا المجتمع المدني ده الدور اللي هو ممكن يلعب. نعم. طب أستاذة باسنت، هناخد منك تعليق أخير، وحضرتك عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لما حضرتك بتطرحي هذه الأفكار كيف بيكون النظر إليها؟
بإيجابية شديدة. نعم. اشتغلت خلاص الأفكار دي. نعم. مش أفكار خلاص. يعني احنا اشتغلنا على أرض الواقع وتحركنا، بس احنا قلنا مش عاوزين نعلن إلا لما الناس تيجي تشوف بعينها. لكن هي اتحركت، يعني المنتجات موجودة والسيدات اتدربوا، وفي منهم ابتدوا يشتغلوا فعلا ويجيبوا لنا بضائع، وفي منهم بيبيعوا بمعرفتهم. يعني انت عارفه الست واحده واحده بتتعلمي. يعني الاول بتبقي مش فاهمه حاجه خالص زينا كلنا. نعم. بعدين بيبصوا يلاقوا يشوفوا يسمعوا، بتبص تلاقيها بتقول لك انا خلاص اتفقت مع المصنع ده. برافو. انا ببيع لده. برافو عليك. يعني مش شرط انها لازم ترجع لي تاني. هي بترجع لي طول ما هي محتاجه. يعني انا مش عارفه اسوق، طيب هاتي. أو أنه تتحط على الطريق هي أو تحط على الطريق بتشتغل على طول. وبشكل مبهر الحقيقة. يعني الحقيقة أنا في نهاية هذا اللقاء، ودائما حيبقى إن شاء الله في تواصل، الأستاذة بسنت فهمي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، شكرا على تشريفك معنا. أنا اللي متشكرة يا فندم. والدكتورة فاطمة خفاجي الباحثة الاقتصادية في التمكين الاقتصادي للمرأة، شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا الكرام، وصلنا الآن إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بنت النيل. نتواصل معكم في الحلقة المقبلة. إلى اللقاء.